القوة اليوم؟ القوة بالشخصية، قوة قيادية، قوة بدنية وغيرها، حلوين. بس القوة الفعلية مش بالعضل ولا بالكلام، مش بالمال أو السلطة والنفوذ، ولو بالظاهر هيك تبين. وقت الأزمة، لما تتحارب شخصيتك مثلاً، أو يمرض جسدك ويضعف، أو تبطل الأمور ماشي لمصلحتك المهنية أو التجارية، وحده إيمانك بيخليك تلاقي مخرج. لما يوسف احتار بقراره، إيمانه بالله عطاه الجواب من خلال الملاك بالحلم. ولما مرتا ومريم اختبروا الحزن، من خلال إيمانهم بيسوع شهدوا على قيامة خيهم لعازر من الموت. والعذراء مريم بقوة إيمانها قدرت توقف بأقسى لحظة وتواجه موت ابنها الوحيد على الصليب. بأصعب المواقف بالحياة ما بينفع لا كترة الكلام ولا استعراضات القوة ولا فت المال، وحده إيمانك بيحملك وبيقلك أنت بين إيدين الله، يعني أنت بأيدي أمينة. لهيك شو ما اعترض دربك ما تخاف، وخليك ثابت وعايش بإيمان.